بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يتابع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية قراءته لموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وهذا المجلس 17 من هذه المجالس المباركة. نفتتح هذا المجلس المبارك بآيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ نادي فوزي علي، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العظيم الفاتحة أحسن الله إليك وبارك فيك نبتدئ المجلس بقراءة أحاديث كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى كتاب الحج من هذا الموطأ الكتاب المبارك عند باب ما جاء في الطيب في الحج قال يحيى ابن يحيى الليثي وبإسنادنا إليه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه آثر صفرة، فقال: يا رسول الله، إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. هذا الحديث مرسل هكذا في موطأ مالك، لكنه متصل من وجوه أخرى عن ابن عباس وابن عمر ويعلى بن أمية رضي الله عنهم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: منك لا عمر الله. وكان يعني مرفها سيدنا معاوية، وكان يلقبه عمر بقيصر. فقال معاوية رضي الله عنه: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. قال: وحدثني عن مالك عن الصلت بن زهيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين. لبَّدت رأسي وأردت أن أحلق، فقال عمر: فاذهب إلى شربة، شرب المكان الذي فيه ماء حول النخلة، فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض، يعني ليطوف طواف الإفاضة، وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم بن عبد الله وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت، وكلاهما من الفقهاء الستة في المدينة. قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به، لا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مالك في أول حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه وقبل إفاضته. والمذاهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يجوزون أن يتطيب قبل الإحرام ولو بقي منه يعني ريحه وصورته، أما مالك فلا يجوز ذلك. لأجل هذا ساق الأحاديث التي بعد حديث عائشة رضي الله عنها حتى يبين أن حديث عائشة مؤول، بأن هذا لم يبقى منه رائحته. باب مواقيت الإهلال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وهذا أيضا ميقات أهل مصر، والآن يحرم أهل مصر من مكان اسمه رابغ قريب من الجحفة، لأن الجحفة كان من ينزل فيها يصاب بالحمى، فبعدوا عنها مسافة حتى لا يصابوا بهذه الحمى في مكان يسمى رابغ. قال: وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قول عبد الله بن عمر وأخبرت يعني عن صحابة آخرين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسميه المحدثون مرسل الصحابي، وهذا يحتج به عند جمهور العلماء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من الفرع، أهل من الفرع مكان في المدينة قبل الميقات. قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إيلياء، وهي بيت المقدس. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة، وهذه عمرته كانت يعني خفية، خفيت على كثير من الناس فبعضهم لا يعدها. باب العمل في الإهلال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل، وهذا مرسل عن عروة بن الزبير رضي الله التابعي رضي الله عنه، لكنه متصل في البخاري ومسلم. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. البيداء دي مكان مرتفع في المدينة، يعني نقل بعض الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل من عنده، وعبد الله بن عمر يقول أهل من عند المسجد، وبعض العلماء كما في رواية ابن عباس أهل في المسجد، فكل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة اطلع على البعض ولم يطلع على الآخر فنقل ما رآه ونفى غير ما رآه، فيكون حديث ابن عباس الذي رواه البخاري وغيره فصل في هذا النزاع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل وهو في المسجد بعد الصلاة، صلاة ركعتين، ثم أهل عندما ركب دابته، ثم أهل لما صعد إلى البيداء. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر، وسعيد المقبوري وعبيد بن جريج من التابعين وهما أقران، فهذا الحديث من رواية الأقران يعني زملاء، فسعيد وعبيد بن جريج من التابعين وفي طبقة واحدة، فإذا روى أحدهما عن الآخر يسمى رواية القرين، فلو روى كلاهما عن بعض وبالعكس
يسمى المدبج يعني المزين، أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية، النعال التي دبغت سبتية يعني ليس فيها شعر، النعل ليس فيه شعر بعد الدباغ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند ذي مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. هذا كله في الخلاف متى يهل بالحج أو بالعمرة، هل بعد صلاة ركعتين في المسجد، ولا بعدما يستوي على دبته، ولا عند البيداء. كل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رفع الصوت بالإهلال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. ويكمل القراءة أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنتابع القراءة بأسانيدنا إلى الإمام مالك، باب إفراد الحج. قال يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج،
وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، أي لبس ملابس الحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا، أي لازالوا يلبسون ملابس الإحرام حتى كان يوم النحر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. باب القران في الحج. قال يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد ابن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا، والسقيا هذا مكان قرية بطريق مكة، وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا. ينجع يعني يسقي بكرات، جمع بكرة بالكاف والبكرة بالكاف ولد الناقة، وأما الخط أو الخبط فهو ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويخفف بالماء ويسقى للإبل. فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه آثر الدقيق والخبط، فما أنسى آثر الدقيق على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ استفهام. فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. قال الإمام مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة. فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحلوا. هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه جاء موصولا من طرق أخرى عن عروة عن السيدة عائشة رضي الله عنها. قال يحيى: وحدثني مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما حين قال:
إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. قال الإمام مالك: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. باب قطع التلبية. قال الراوي عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يلبي وهو يطوف بالبيت. قال: وحدثني عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، وهو موضع بعرفة من ناحية الشام. قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة، ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا، فبعث الحرس أي الأعوان يصيحون في الناس: أيها الناس، إنها التلبية. ويكمل الدكتور أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فبإسناد شيخنا العلامة المحدث الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم
وبأساليب غيره من شيوخنا الكرام نستكمل مع حضراتكم قراءة كتاب الموطأ، موطأ الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. ومعنى شعثا يعني لا يسرحون رؤوسهم أو شعورهم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال يحيى: قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. قال يحيى: قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي 2 ركعتين كلما طاف 7، وقد فعل ذلك أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. قال: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. وتقليد الهدي يعني أن يضع علامة من حبل أو جلد على رقبة البعير تدل على أنه مهدى للحرم، فلا يتعرض لها أحد بأذى أو بسوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة يعني بنت عبد الرحمن: قالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وهذا من الحديث أيها الكرام الذي استدركته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الصحابة، وقد ذكره الإمام الزركشي في كتاب الإجابة فيما استدركته أم المؤمنين عائشة على الصحابة رضي الله عن الجميع. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
لا يحرم إلا من أهل ولبى. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق، يعني يلبس ثياب الإحرام برغم أن الناس يلبسون المخيط ولا يحرمون، فأنكر عليه ذلك، فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة، يعني أنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسئل مالك عن من خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال: لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. قال: وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك. قال: وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام، فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه. قال: باب: ما تفعل الحائض في الحج؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. قال: باب: العمرة في أشهر الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا: إحداهن في شوال، واثنتين في ذي القعدة. وهذه مسألة محل خلاف، هل اعتمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو أربعا؟ محل ذلك التفصيل في كتب الفقه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمر في شوال، فأذن له فاعتمر، ثم قفل إلى أهله، يعني راجع إلى أهله ولم يحج. قال: باب: قطع التلبية في العمرة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال: قال مالك في من أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم، متى يقطع التلبية؟ قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك. وهذا يعني من الأمور التي يعني المعلومة لدى المحدثين أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الناس وأشد الصحابة الكرام اتباعا لآثاره وأثر النبي صلى الله عليه وسلم،
فمتى ثبت ذلك البلاغ فإنه يكون من السنة التي لها حكم الرفع والعلم عند الله تعالى. قال: باب ما جاء في التمتع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس رضي الله عنه عام حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس رضي الله عنه: لا يفعل ذلك إلا من جاهل أمر الله عز وجل. فقال سعد رضي الله عنه: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه. قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. قال: وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج، أمتمتع هو؟ فقال: نعم هو متمتع، وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. باب ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج، وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. قال: سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك رضي الله عنه: ليس عليهما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك
أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. صدق الله العظيم. وإلى هذا الحد نقف ونكتفي، وشكر الله لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.